موزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. كان لقاء فرصة لتبادل الرأي يعني حول الوضعية في البلاد، خارجين من فترة انتخابية اللي كانت فيها السياسة هي الكل، توازن الركسو على الأهم اللي هي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الوضع في الإقليم والوضع الدولي، وتبادل حول التجربة في تشكيل الحكومة والأولويات نتاع المرحلة القادمة، وإن شاء الله بالتوفيق.